العمل التطوعي بشكل عام هو الفطرة اللي الله سبحانه وتعالى فطر عليها الإنسان. فطرة الله فطرنا على ذلك، أن الإنسان دائما طبيعته مجتمعي خدوم، يحب أن يعطي دائما. صحيح. ولذلك نحن الله سبحانه وتعالى أرزقنا ببلد تحب هذا العطاء. صحيح. فانولدنا متطوعين. فانولدنا متطوعين. يا سلام. فإذا البيئة خلتنا متطوعين والفطرة الإنسانية. شوف زايد، كنا نتكلم عن زايد. صحيح. زايد أسس هذه البلد منذ اللبنة الأولى على حب الخير والعطاء. صحيح. ولذلك يعني حكام الله يرحمهم المؤسسين والحكام الحاليين والشيوخ الله يطول بعمارهم وجميع شرائح المجتمع ما زالت ترتوي وتستقي من زايد الخير. يا سلام.